الحقيقة يا جماعة أنه قصة وردة وبليغ بتعلمنا أن في حاجات نستاهل يعني نتمسك بيها يعني ونتغير عشانها، علشان ما نرجعش نندم ونقول يا ريتني ما عملت كذا، يا ريتني ما كملتش، يا ريتني ما ضحيتش. يمكن يعني أن حد يغير طبعه ده شيء صعب، لكن الأصعب أنك تضيع حب حياتك، لأن ده مش بنلاقيه كل يوم. ممكن الحب اللي بجد يصادفك مرة واحدة بس في العمر، وممكن ناس تفضل عايشة بتدور عليه طول عمرها وتقولك معلش أنا كنت أهبل، أصلا أنا كنت داخل بالدنيا بصدري كده وبصدري كده وبتاع ومش كنتش واخد بالي. لا، خلي بالكوا أنه الحب الحقيقي ما بيعدي كده، يعني المحظوظ اللي بيعدي في حياته حب حقيقي. عشان كده لو لقيت هذا الحب ما تضيعوش أبدا من إيدك مهما كانت الظروف، وزي ما قالت وردة خليك هنا خليك بلاش تفارق. سريعا نروح لقصر الزعفران في العباسية، صوره حلوة قوي، من فضلكم ادخلوا على الفان بيج راديو 99 واتفرجوا على هذا القصر الجميل، وموجود داخل مبنى جامعة عين شمس على فكرة، بناه الخديوي اسماعيل 1864 على أنقاض قصر تاني اسمه الحصوة في العباسية، وكان بناه محمد علي باشا. واتبنى قصر الزعفران ده على غرار قصر فرساي في فرنسا، اللي طبعا في فرساي ده عاش فيه الخديوي اسماعيل فترة تعليمه. قصر الزعفران حاجة حكاية، يحكى يقول ان هو بناه اهداء لولد لامه يعني السيده خوشيار هانم، والده اسمها خوشيار هانم، والده الخديوي اسماعيل سنه 1872 كانت بتمر بازمه صحيه، ونصحها الاطباء انها تعيش في مكان هوا ونقي وجاف. العباسيه في الوقت ده كانت صحراء يا جماعه، اسمها صحراء العباسيه. فابنها الخديوي اسماعيل عمل لها هذا القصر، الحدائق يعني وحدائقه تقريبا 100 فدان، وتزرع فيها نبات الزعفران. مين بيحب الزعفران في الميت فدان دول؟ علشان السيدة خوشيار هانم تغير جو. الحقيقة القصر، قصر الزعفران ده شهد العديد من الأحداث التاريخية اللي مرت على مصر خلال الفترة دي، زي دخول الإنجليز لمصر وتوقيع معاهدة 36 الشهيرة اللي حضرها طبعا مصطفى النحاس باشا، لما تفاوض لو تفتكروا مع المندوب السامي البريطاني وتم التوقيع بالأحرف الأولى لأسمائهم، وما زالت هذه المنضدة اللي توقع عليها معاهدة 36 موجودة في مكانها في صالون القاعة الرئيسية، وحواليها طاقم من الكراسي المذهبة جوه قصر الزعفران. وبما اننا يعني اتكلمنا على جزء تاريخ كده في مصر الجميله حتى في حلقه ورده، وهي جميله جزائريه مصريه جميله، لازم اختم لكم باوبريت مهم جدا غنته ورده الجزائريه اللي بنحبها الحقيقه في حب مصر.